هواي بث مباشر عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج ضمن احتفالياتي وختام مهرجان الوذبة على سيف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. ومرحبا بهذا المساء وبهذا الحضور من معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحادات سباقات الهجن. مرحبا يا ابو حمدان في هذا المساء، شرفت وحضورك ايضا منور في هذا المساء، ونحن نرحبك والجميع يرحبك بحضورك ومتابعتك لهذا المهرجان. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وانتم اللي على المركز الاول، شاهيل صالح بن حمد بن سالم بن بخيت المري ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشبابي عبد العزيز بن محمد بن زايد الطنيجي. المركز الثالث من الجانب الثاني اللي على المركز الثالث مبشر محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الرابع نشوف وناخذ اللي على المركز الرابع شهدان عمر بن مبارك بن راشد بالجافلة. نشوف المركز الخامس، يا هو هجوم على المركز الخامس في هذه اللحظات. أرى اللي على المركز الخامس مجد للسيد سعيد بن مهنا المحرمي. هذه النتيجة وشوط الإذاعة الجعادين المفتوح جائزة بندقية هناك مليون درهم وتسعيرة هجن الرياسة متواجدة. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. شاهين لازال على المقدمة للسيد صالح بن حمد بن سالم بن نابت المري. ننتقل إلى المركز الثاني، مجد على المركز الثاني للسيد سعيد المحرمي. يا سلام سعيد بن مهنا المحرمي على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الثاني اشوف شعار ابو سلطان، شعار الصعب في مكان الصعب ويغير ينتقل من الجانب الجنوبي الى المركز الاول في هذه اللحظات. مبشر محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني مع هذه السباقات، مع هذا ختامي الوذب، ختام الختاميات. يا السلام ينبشر يغير ينتقل الى المقدمة. شعار الصعب له رمزين في سن اللقاية في هذا المهرجان، وعينه على رموز، عينه على بندقية في هذا الشوط، بندقية الاذاعة الجعادين. يا السلام ينبشر بدأ ينتقل الى المركز الاول. المساندة قادمة ايضا من نفس الشعار، شعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي واصل وانتقل الى المركز الثاني. يا السلام والم صاحب الرمز في ختامه المرموم. يا سلام وصل انتقل الى المركز الثاني والم، وهو والم ومبشر الاثنين بشعار الصعب، ثنائي خطير يا ابو سلطان على المقدمة. يا السلام على هذا الاداء المتميز. المركز الثالث اللي على المركز الثالث شاهين صالح بن حمد بن سالم بن نابت المري. وفي المركز الرابع نشوف سلاب مسلم بن علي بن دري المنصوري. وفي المركز الخامس مجد لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي. وفي الرابع في هذه اللحظات شعار بن نصرة على ظهر مروح حمد بن سالم بن نصرة العامري. وفي المركز الخامس شعار عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، لكن ينخطف المركز الخامس في هذه اللحظات شعار الهبيبة منعود سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاجتبي. هذه النتيجة. نرجع إلى شعار الصعب 1200
الدنيا صعبة، ما تبقى عن خط النهاية. يا سلام، مبشر على المقدمة، والم والم للمنافسة، والم للبندقية. نشوف نشوف، مبشر بدأ يبشر، بدأ يباعد بالمقدمة. الكيلو الأخير تجاوزناه بقيادة مبشر المحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي بن ميرين قادم، سلطان بن علي بن ميرين الاجتبي، حمد بن سالم بن نصر العامري قادم، بن منانة قادم. يا السلام، الماء بن نصر قادم، الجميع قادمين، النيادي قادم بعد مع هيلمان العام الماضي علقنا عليه واخذ رمز، والسنة يبحث عن البندقية في هذا المساء وفي هذا الحضور من سيدي ابو حمدان. نشوف مبشر 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 يبشر اهالي مرغم الى الصعب. محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي رمزين روحا، الرمز الثالث يا ابو سلطان الهاتريك الهاتريك. يا سلام، برق وصل لسعادة صالح بن نصرة العامري المركز الثاني. هيلمون هيلمان هيلمان على المركز الثاني لسعادة حميد بن سعيد النيادي. ابو سلطان ما حرك، يلا يا عبيد كلم شي صوت شي حركة. يا سلوم يا الغفيلي، روح مبشر، روح بشعار الصعب في مكان الصعب، ينتزع البندقية، ينتزع السلامات الى هالي مرغم. سلام يا هالي مرغم، سلام يا محمد يا بن سلطان يا بن مرخان الاجتبي، والسلام الى سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي، والى سعيد والى عبيد والى سلطان هالي مرخان كلهم، ونقول لهم الناموس. سلام يا ابو سلطان سلام. المركز الثاني، المركز الثاني نشوفه سياف المبارك بن عبد الله القحطاني، وفي المركز الثالث هيلمان لسعادة حميد بن سعيد النيادي. المركز الرابع اللي وصل على المركز الرابع مغرور سالم بن سعيد بن منان الاجتبي، وفي المركز الخامس منعود سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاجتبي. هذه النتيجة. نشوف التوقيت الزمني، ساعة انتزاع مبشر. يا سلام يا ابو سلطان، مبشر يبشر بالخير، والاجواء تبشر بالخير. بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا ان مبشر شغلنا بفكرنا باذاعتنا بتصويرنا في هذا المساء بهذا الحضور من سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان مستشار رئيس الدوله. مرحبا يا ابو حمدان، مرحبا بسمو الشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان بن محمد ال نهيان، مرحبا بالجميع في دار زايد في العاصمه ابو ظبي، في عاصمة الميادين، في يوم الملايين ويوم الرموز. التوقيت الأفضل تحت أقدام مبشر في زمن وقدره، 8:58 بالوقت التمام. تهانينا للصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، تهانينا للمضمر عبد الله بن سلطان الغفيلي، والذي وصل في المركز الثاني 8:59 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سياف مبارك بن عبد الله القحطاني، والذي وصل في المركز الثالث، الذي وصل على المركز الخامس هيلمان 9:04 من الثانية. تهانينا لسعادة حميد بن سعيد النيادي، والذي وصل على المركز الرابع. مغرور على المركز الرابع 9:02.1 تهانينا لسالم بن سعيد بن منانة الاجتبي، والذي وصل في المركز الخامس، الذي وصل على المركز الخامس 9:02.5 تهانينا للسيد سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاجتبي. تهانينا للجميع على هذا الأداء، والكلمة ترجع إلى زميلي نايب بن سعود البلوي.